نقطة خارج الميدان راه نقطة إيجابية وفي صالح الفريق باش كيبقى ديما محتل الصفوف الأولى. المقابلة كيف شرتي لها مقابلة ديال الديربي بين فريقين عارقين، الاتحاد البيضاوي والراسينغ البيضاوي اللي عندهم تاريخ كبير وتاريخ كتشهد به الكرة المغربية. المقابلة ملي بدات في الأطوار الأولى ديالها استغلينا الجانب البدني ديال فريق الاتحاد البيضاوي لأنهم لعبوا جوج مقابلات متابعين في الأسبوع الفارط، كنا نسجلوا أهداف ولكن لولا البراعة ديال حارس المرمى اللي كان في المستوى الكبير تلقينا هدف ولكن ما هبطناش يدينا، بقينا مآمنين، دخلنا المستودع، عطينا اللاعبين تعليمات باش يرجعوا في المقابله وفعلا رجعنا في المقابله والحمد لله على هذه النتيجه. فعلا كاينه اول حاجه عوده لاعب راسينغ البيضاوي السابق عماد الرقيوي، وكاينين لاعبين اخرين غادي يكونوا غيعزوا الفريق هذا الميركاتو هذا، ولكن ما غاتكونش انتدابات كثيره. حنا عندنا نتائج ايجابيه، يعني عماد الرقيوي ابن الفريق غادي يعطي اضافه للفريق ومرحبا به.